حضارة الأخوات والإخوان الأفاضل، إنه لمن دواعي الشرف والاعتزاز أن أتولى باسم الخاص وباسم كافة إطارات ومواطني ولاية بنزرت المناضلة الأستاذ المناضل محمد المزاري الأمين العام للحزب والوزير الأول هنا في هذا اليوم النهار في هذه الزيارة المباركة صحبة الإخوة الكرام أعضاء الديوان السياسي والحكومة بأبنائه المخلصين في هذه الولاية المكافحة والتي انطلق منها مدويا صوت زعيم تونس فتجاوبت معه النفوس والسواعد في المدن والأرياف والجبال ورددته أناشيد الأطفال وزغاريد النساء وبنادق الرجال. حضرة الأخ الأمين عام الحزب، إن ولاية بنزرت لا تزال على العهد وهي التي احتضنت ذلك اللقاء المصيري واحتضنت معركة الجلاء الخالدة واحتضنت المجاهد الأكبر رسالة وفاء ومحبة واعتراف بالجميع من أبنائه الشرفاء المخلصين في ولاية بنزرت. المعتز بالإشراف معكم على إحياء ذكرى الخطاب الشهير الذي ألقاه المجاهد الأكبر رئيس حي بورقيبة ومصطفى الجامي. هذا الخطاب هو واحد من خطب سياسية كثيرة ألقاها المجاهد الأكبر بعد رفض الصورة الفرنسوية حين ذاك الاعتراف لتونس بحقها في السيادة والاستقلال. هذا الرفض الذي عبرت عنه بوضوح مذكرة 15 ديسمبر 1950 والمحادثات تحقق أن نتائجنا ونظراً لتعنت الحكومة الفرنسوية حينذاك بتأثير بالخصوص بتأثير من غلاة الاستعماريين الذين لم ينسوا شيئاً ولم يتعلموا شيئاً كما كان يقال عنهم، وبعد الجولة الكبيرة الطويلة التي دامت 11 شهرا تقريبا والتي زار أثناءها زعيم حزب أكثر الدول الصديقة والشقيقة